يا ليتني كملت دراستي وشفت نفسي في مكان أفضل من اللي أنا فيه الحين. كان الحين أنا في وظيفة أفضل من هذه الوظيفة التعيسة. آخ بس لو أمتلك آلة الزمن كان رجعت للماضي وعدت ترتيبات حياتي كلها، خطط زواجي، الإنجاب، كان رجعت لكل شيء وبدلته. كم أتمنى أني أرجع وأكون أكثر صدقاً وصراحةً مع أولئك الذين خسرتهم بسبب تعنتي وأنانيتي. هذه الخرجات تهجم علينا بشكل متوحش لتفسد علينا يومنا وتلحقنا بجحافل الساهرين المتعبين. أن تندم يعني أن تكون بشرا. هناك من يغرقه الندم في ظلمات النفس، ولكن هناك من يحيل ندمه إلى جناحي يحلق بهما عاليا. إذن يجب أن نفهم هذه المشاعر جيدا حتى نستطيع التعامل معها كما ينبغي. كيف يحدث الندم بالتحديد؟ ماذا يقول علم النفس حول أنواع الندم وكيف الخلاص من هذا الشعور المنهك؟ أنا محمد الحاجي وهنا لفهم الحياة اليومية وظواهرها عبر علم النفس والمجتمع. تزايدت الأبحاث العلمية في العقدين الأخيرين لفهم لماذا يندم الناس وعلى ماذا يندمون بالتحديد. أولاً لنبدأ بضبط وتعريف المصطلح. الندم عبارة عن حالة انفعالية تنشأ عندما ينظر الإنسان إلى ماضيه ويؤمن أن حاضره سيكون أفضلاً لو قام بخطوات مختلفة. تمام؟ فتعريف الندم هذا يقتضي ثلاث أمور هي التي تصنع الندم. أولاً أن تكون للإنسان خيارات يختار منها، لا أن يكون الخيار الذي اختاره هو الخيار الوحيد أصلاً. كأن نندم على شرائنا هذا الجوال مقابل الجوالات الأخرى، أو على اختيار تخصص الأحياء مقابل علوم الحاسب. كانت عندنا خيارات، هذا هو أحد أهم شروط الندم. لكن تخيل لو كانت الجامعة مثلاً ما فيها علوم حاسب من الأساس، وكل ما تستطيع اختياره هو علوم الأحياء والتخصصات الطبيعية المشابهة. نعم قد تغضب أو تصاب بالإحباط، لكنك لن تندم، ولا ينبغي أن تجتر هذا الأسى لأنك لم تخير كما ينبغي. أيضاً الندم يقتضي الإحساس بالمسؤولية في اتخاذ هذا القرار، أي أنك أنت وأنت فقط الذي اخترت هذا القرار لا غيرك. لم يكن حتمياً عليك، لم يكن مفروضاً عليك. يعني نحن لا نندم على مجاعات وحروب العالم مثلاً، لأن هذه الفواجع وإن كانت مؤلمة إلا أنها خارجة عن مسؤوليتنا، فلا يد لنا في هذا الشأن، إلا إذا أنت طبعاً رئيس دولة أو وزير دفاع. بالتالي ما أعرف أنت أصلاً ليش قاعد تستمع للبودكاست وهات شغلك. خليني أسألك هذا السؤال، أيهما سيشعرك بالندم؟ الندم على فوات رحلتك في المطار بسبب تأخرك 5 دقائق على الوصول للبوابة، أو الندم على فوات الرحلة بسبب خطأ من خطوط الطيران نفسها؟ غالباً سيناريو تأخرك هو الذي سيشعرك بالندم، مع أن الرحلة فاتتك في كلا الحالتين. ولكن مسؤولية التأخير 5 دقائق كانت على عاتقك أنت، وهنا تتم محاسبة النفس أكثر. بالمناسبة دوافع الندم تختلف حسب الثقافات. الندم يزداد في المجتمعات الفردانية اللي يتحلى الفرد فيها بحرية الاختيار بنفسه، ويكون مسؤول عن إدارة شؤونه الشخصية من دراسة وزواج ووظيفة وهو. عكس المجتمعات المترابطة اللي تفرض أحياناً خياراتها على الأفراد بسبب مركزية دور العائلة في الحياة كما يحدث في مجتمعاتنا، فكثير من قراراتنا إما معدومة الخيارات أو مفروضة علينا من الأعلى، إما من الأسرة أو حتى من الأعراف والتقاليد المجتمعية. فبالتالي تنتفي شروط الندم، ويصبح من السهل تحميل الآخرين والمجتمع أسباب إخفاقنا وتنخفض حدة اللوم على أنفسنا.
طبعا تتفاوت المجتمعات كذلك حسب دور الإيمان والتدين في هذه المجتمعات. مثلا إحنا أتصور أن معنى مستوى عالي من الإيمان بالقضاء والقدر، لما في الحديث الشريف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أو في الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه المبادئ تمثل صمام أمان للنفس بأن الأمر كله خير، فتنخفض حدة الندم. لكن السؤال الآن: هل ستتغير ماهية الندم مع التغيرات الاجتماعية اللي قاعدة تصير، ومع تضاعف دور العائلة والمجتمع في صنع قراراتنا؟ أو يمكن بسبب انحسار دور التدين والروحانيات في الحياة اليومية؟ بيكون رائع تتبع موضوع الندم في المجتمع ضمن آلاف المتغيرات الأخرى. عموما نعود لشروط الندم. الشرط الثالث هو مقدرتنا الذهنية في تخيل السيناريوهات اللي كان من الممكن أن تحدث، يعني مقدرتنا على تخيل قصص ماذا لو، ماذا لو لم أتزوج فلان، ماذا لو أكمل دراستي، وغيرها من التخيلات. حسب هالفكرة نستطيع أن نفترض أن الأفراد المبدعين قد يكون مستوى الندم عندهم أعلى، وذلك لنشاطهم الذهني العالي وغزارة التفكير. لنأخذ هذه الدراسة المثيرة: الحائزون على المركز الثاني في الأولمبياد يسجلون مستويات أعلى في الندم مقارنة بالحائزين على المركز الثالث رغم أنهم أفضل منهم، وذلك لأن أصحاب المركز الثاني الميدالية الفضية قادرون بسهولة على تخيل سيناريو حصولهم على المركز الأول، ويشعرون أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الميدالية الذهبية، بينما الحائزون على الميدالية البرونزية أو المركز الثالث فإنهم يشعرون بالامتنان أصلاً، لأن السيناريو الأقرب لهم سيكون: واو، الحمد لله على الأقل وصلت ضمن الثلاثة الأوائل. فالقدرة التخيلية لسيناريوهات ماذا لو، What if، هي منشأ الندم في الحقيقة. عندما نتحدث حول الندم ضروري نفصل بين نوعين مختلفين حسب أثر الحركة، Action Effect. أحياناً نندم على شيء فعلناه وأخطأنا فيه وتمنينا لو لم نقم بذلك، مثل الندم على تعليق جارح غرزناه في صدر صديق، أو ندم على الاستثمار في أسهم شركة معينة وليس شركة أخرى، أو حتى الندم على تغيير الإجابة في ورقة الاختبار، هذا الموقف اللي كلنا مرينا فيه. سأطلق عليه ندم الفعل، أي الندم الناتج عن خطوة اتخذناها وقمنا بها، Action Regret. أما النوع الآخر فيتعلق أكثر بتفويت الفرص وعدم فعل أي شيء، كإهمال الدراسة مثلاً، أو عدم الاهتمام بصحتك أثناء شبابك، أو تجاهل عائلتك المحتاجة لمساعدتك، أو ليتني تكلمت وما ظليت ساكت. هذا العدم، عدم اتخاذ الخطوة، سأسميه ندم التفويت، أي الندم الناتج عن تفويتك لخطوات كانت متاحة لك، Inaction Regret. وكما نعرف الآن من الكثير من الأبحاث أن أكثر ما يؤرق الإنسان على المدى البعيد في حياته هو ندم التفويت وليس ندم الفعل، أي الندم على عدم فعل شيء حينما كانت الخيارات ممكنة. فعندما تسأل كبار السن عن ماذا يندمون، ستجد إجاباتهم تدور حول فلك التفويت والتفريط. لكن ليش؟ هناك آليتين تشرح لماذا نندم أكثر بسبب تفريطنا وتكاسلنا وتخاذلنا أكثر من ندمنا على أفعالنا وخطواتنا اللي قمنا بها. في ندم الفعل هناك فرصة سانحة لتصحيح الأخطاء. لنأخذ مثال التعليق الجارح على أحد الأصدقاء مثلا. صحيح لا نستطيع العودة للماضي وحذف هذا التعليق، لكننا غالباً نستطيع التكفير عن هذه الخطيئة وتصحيح المسار عبر الاعتذار والتفاهم مثلاً. هذه الأمور تخفف من حدة الندم إلى حد التلاشي. في الجانب الآخر، آلية الإصلاح والترقيع هذه صعبة جداً في ندم التفويت. كيف لي أن أصحح حركة شيء معدوم؟
مثلا كيف لي أن أعود بالزمن وأتزوج فتاة أحلامي اللي فرطت بها عن جهيتي وغبائي؟ كيف لي وأنا في عمر 40 أن أعود لمقاعد الدراسة؟ وكيف لي أن أعيد تربية أبنائي 6 من جديد وأكون حاضراً في حياتهم بدل انشغالي وتفريطي في تربيتهم؟ يمكن في حلول ولكن شاقة وصعبة جداً. أما الآلية الثانية فهي آلية ذهنية أكثر من كونها مادية أو سلوكية. فعندما نقوم بفعل ما ونخطئ فيه نستطيع وبسهولة نسبية حصر الأخطاء التي حصلت ومن ثم إيجاد مخرج تبريري لها يخفف حدة الندم، وهذا ما يحصل في ندم الفعل. فعندما نندم على اختيار التخصص الفلاني مثلاً نستطيع أن نبرر اختيارنا لهذا التخصص بأننا كنا جاهدين بوضع سوق العمل وأننا لم نتلقى الإرشاد الكافي، وبالتالي نقلنا عبء الندم على أمور خارجية حتى وإن كانت يمكن أمور تبريرية غير صحيحة. وقتها سنقع في خطأ العزو attribution error، ولكن هذا غير مهم الآن، فالأهم أن نتخلص من عذابات الندم أولا. تبرير هذا آلية دفاعية يقوم بها الدماغ جزاه الله خير بشكل تلقائي عندما نقع في ورطة التناقض، كما يحدث عندما تتعارض فكرتين في رأسنا أو كما نقوم بسلوك يخالف مبادئنا وقيمنا، مثل لما تسمع بنجاح أحد خصومك تقوم بعزو نجاحه للواسطة والحظ ولا تعترف بأفضليته أو اجتهاده. هنا قام الإدراك بصنع سيناريو يوفق بين التناقض اللي تعيشه في نجاح عدوك وتريحك من التوتر النفسي أو ما يعرف بالcognitive dissonance. آلية التبرير هذه تتفعل بسهولة لتصحيح ندم الفعل سرعان ما نجد مخرج لما فعلناه، وبذلك يتلاشى هذا الندم سريعا. مثل التعليق الجارح على صديقنا، نستطيع تبريره ونقول يا أخي هو اللي استفزني، هو اللي علّى صوته قدام الشباب أول. هذا التبرير وهذه الآلية لا تصمد أمام ندم التفويت الذي عادة ما يترك ندوبا أغزر مما نستطيع إصلاحه، لأن الندم التفويت عادة يتعلق بالأمور الجوهرية في الحياة، ترك التعليم، تجاهل التربية، وا فيبقى هذا الندم ينهش في أرواحنا. كما أن ندم الفعل يسمح لنا بالتعلم من أخطائنا اللي وقعنا فيها، يوفر لنا فرصة للنظر للجانب المشرق أو الجزء الممتلئ من الكأس كما يقولون. أخطأت في اختيار هذه الوظيفة صحيح، ولكني استفدت دروسا في كيفية التقديم على وظائف أخرى. مثلا حصل لي شخصيا اخترت مكان للعمل وكانت الفائدة العظمى لي أني استفدت أن العمل في هذا القطاع غير مناسب لي بتاتا. حزمة الدروس والفوائد هذه تخفف حدة الندم، ندم الفعل، وتزودنا بمشاعر ومكاسب تعويضية تسلينا عن خطأنا الأول أن اخترنا مثلا الوظيفة الفلانية. أما في ندم التفويت فالصراع النفسي أكثر صعوبة، فلا نستطيع إيجاد سلوى واستخلاص فائدة بسهولة لأننا لم نتحرك أساساً، وبالتالي يبقى هذا الندم عالقاً معنا طيلة العمر دون تسوية أو مخالصة. القدرة على إيجاد تسوية ذهنية ومخالصة للخطأ تريحنا من عبء الندم كأن باب وأغلقته، لكن الويل كل الويل للمواقف التي تتركنا غرقى بدون تسوية، بدون كلوجر. مع غياب التسوية والخاتمة تبقى سلسلة الندم مفتوحة تفرط حلقاتها في أنفسنا باستمرار، لنشعر بانعدام تقدير الذات والإحباط والفراغ بشكل مزمن ومستمر. ولهذا ندم التفويت يبقى طويلا. وأيضا هذا الندم، ندم التفويت، عادة يتعلق بتحقيق أمور أكبر بكثير من مجرد أخطاء وقعت أثناء فعلنا. نندم على الصورة الكبيرة في حياتنا، على التخلي عن أهدافنا في هذه الحياة. حسب دراسات كثيرة في أمريكا تجد أن الندم يتمحور أولاً على التفريط بالدراسة
ثم العلاقات الاجتماعية كاختيار شريك الحياة والتفريط بعلاقات الأسرة والتربية. كلها صور كبيرة في الحياة، أمور جوهرية. المشكلة أن الإنسان يميل إلى التركيز على أهدافه المفقودة وعلى ما لا يملك ولم يحققه مقارنة بالأشياء الإيجابية والإنجازات، لأننا إدراكياً ننحاز إلى تضخيم السلبيات والمفقودات أكثر من الإيجابيات. Negativity bias. لذلك يبقى ندم التفويت مسماراً يدق في أرواحنا حتى نشيخ ونهرم، مقارنة بندم الفعل الذي يتعلق بأمور قابلة للتصحيح والتدارك غالباً. لنغوص أعمق في النفس البشرية، شدوا الحزام يا شوي. حسب عدة تصنيفات تحليلية وحتى دينية، تتكون النفس البشرية من ثلاثة أبعاد: الذات الحقيقية، والذات الاجتماعية، والذات المثالية. الذات الحقيقية هي شخصيتنا اليومية بما تحمله من معاني وعادات وقيم وسلوكيات وغرائز وواوا، وهي تشبه الهو أو الإد حسب تقسيم فرويد، أو تشبه كذلك النفس الأمارة بالسوء حسب التعبير القرآني. وهناك أيضا الذات الاجتماعية، هي شخصيتنا التي ينبغي ويفترض أن نكون عليها. هي النفس التي توازن شخصيتنا الحقيقية وتسيطر عليها وتجعلنا ننصاع إلى القوانين والأعراف، وتعكس التزاماتنا ومسؤولياتنا تجاه المجتمع والآخرين. الذات الاجتماعية تشبه الأنا بتعبير فرويد، أو النفس اللوامة في القرآن الكريم. أما الذات المثالية فهي الذات العظمى التي نطمح أن نكونها يوما ما. هي أجمل صورة وذات نحملها لأنفسنا. هي الذات التي تحمل طموحاتنا وأهدافنا وآمالنا، وهي تشبه الأنا العليا عند فرويد، أو النفس المطمئنة. هي هذه الذات المثالية. مزيج وتفاعل هذه الأنفس الثلاث هو ما يصنع شخصيتنا. ولكن ما علاقة ذلك بالشعور بالندم؟ أوكي، سألتني. الندم هو الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية اليومية وشخصيتنا الاجتماعية اللي المفروض نكون عليها. وأيضاً الندم هو الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية اليومية وبين شخصيتنا المثالية اللي نطمح لها. فهاتين الفجوتين تولدان مشاعر مختلفة وندم مختلف. الفجوة الأولى بين الشخصية الحقيقية والاجتماعية عندما نكسر التوقعات المجتمعية بخذلان صديق مثلاً أو بالتقصير في حق الآخرين، نندم لأننا فشلنا في تحقيق دورنا الاجتماعي المنوط بنا. أصبحنا قاصرين في شخصيتنا المجتمعية، وهنا تنتج لدينا مشاعر هيجان وانفعال مثل شعور الخزي والذنب والعار واواوا. أما الندم الناتج عن فجوة شخصيتنا الحقيقية وشخصيتنا المثالية، ينتج عنها ندم بارد، ندم مكبوت ودفين، مشاعر اكتئابية مثل الحزن والإحباط والأسى حول أنفسنا، شعور بالفراغ يصعب ملؤه. وأتصور من الواضح الآن أي الندم أشد على النفس والأطول في عذاباته. هو الندم الناتج عن الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية وشخصيتنا المثالية. بالنسبة لمشاعر الهيجان والانفعال اللي تنتج من الفجوة الاجتماعية، هي قابلة للسيطرة غالباً وتعطينا خط الرجعة، اعتذار، تغيير سلوك، تقديم خدمة للمجتمع، الانخراط مجدداً في الأعراف والتقاليد لنصعد مجدداً بذات اجتماعية مقبولة. أما الأشد فهو ندم الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية وشخصيتنا الحالمة الملأة بالأهداف والطموحات. هذا النوع من الندم هو الذي عادة ينتج من تفويت الفرص، من ندم التفويت اللي قلنا عنه، من التكاسل، من عدم أخذ الأمور بجدية، ندم التفريط بالشخصية المثالية. ترميم هذا الكسر أصعب من غيره، ليس مستحيلا ولكن عملية شاقة.
فبحجم الطموحات تثقل الخيبات. لذلك كلما علت همة الإنسان وتسامت أهدافه للشخصية المثالية، كلما كان ندمه أشد وأقسى لما يفقد هذه الطموحات ويفقد هذه الأهداف. وكأننا نقول: ما طار طيرا وارتفع إلا وكما طار، يا سلام عليك، وقع. وهنا أذكر الممرضة الإسترالية التي كتبت كتابها الشهير بعدما قابلت مرضى على سرير الموت وسألتهم عن أشد ما يندمون عليه في حياتهم. كانت أول 5 أسباب للندم تتعلق ليس بفشل الشخصية الاجتماعية، بل بالتفريط في الشخصية المثالية الطموحة التي تشكل لهم تحقيق الذات. فقد كانت العبارة التالية هي الأكثر ترديداً بين هؤلاء اليائسين: أتمنى لو كنت أتحلى بالشجاعة الكافية لأن أعيش حياتي كما أريدها أنا، لا الحياة التي يتوقعها مني الآخرون. وهنا تقول الكاتبة بعد انتهاء الكتاب: عندما يدرك الناس أن حياتهم شارفت على الختام وينظرون إلى ماضيهم، يبدأوا يستشعرون كمية الأحلام التي ماتت في مهدها. أغلب الناس لم يحققوا ولا نصف أحلامهم، وكان عليهم الموت وهم يستشعرون غصة خياراتهم التي حرمتهم من تحقيق طموحاتهم. هذه الشهادات المتوالية من هؤلاء المرضى تتماشى مع مفهوم الفرصة المفقودة، The Lost Opportunity Principle، الذي ينص على أن حدة الندم تزداد طردياً كلما تضاءلت إمكانية تحقيق الهدف أو تضاءلت فرصة القيام بخطوات تصحيحية، كهؤلاء المرضى الراقدون على سريرهم الأخير. كلما أسدل الستار عن التصحيح، كلما زادت قسوة الندم. ولكن أين طوق النجاة؟ من لا يندم لا ينتمي للبشر الأسوياء، بل أن من أهم صفات الشخصية السيكوباثية المضطربة هو عدم الشعور بالندم وموت الضمير الحي. يقول دوستويفسكي: إن كان للإنسان ضمير فسيعاني جراء الخطأ الذي ارتكبه، ستكون تلك عقوبته وكذلك سجنه. ومن ليس لديه الشجاعة على تحمل الندم سيبقى أسير الجمود والفراغ. ليش؟ لأن كل خياراتنا تقتضي بالضرورة الدخول في عالم من احتمالات النجاح والإخفاق، وعلينا تقبل هذه الاحتمالات. فجزء كبير من نضج شخصيتنا يتولد عبر مقدرتنا في مواجهة أخطائنا وقصورنا. الندم مشاعر طبيعية بشرية سوية، مشاعر لا ينبغي إنكارها أو تجاهلها، بل من الجيد علينا حسن استقبالها وضيافتها لما تحمله هذه التجربة المريرة من فوائد تضمن بقائنا ونجاتنا. فوظيفة الندم هي مساعدتنا على استخلاص دروس الماضي لنقوم بتفاديها مستقبلا، ولنقوم بخطوات تصحيحية تجاه أنفسنا والآخرين من حولنا. وهنا يحمل الندم وظيفة تطورية تشبه وظيفة إحساسنا بالألم الجسدي، فنحن نستشعر ألم المسمار حتى لا نمشي عليه مجددا، وحتى لا نعرض أجسادنا للتدمير والفناء. وكذلك الندم فهو ألم نفسي يوازي وجع المسمار. وهنا أذكر ما قاله مصطفى محمود: أن الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ، أي أن الندم علامة على تحملنا المسؤولية وعلى نضجنا الكافي لاستشعار ما اقترفناه. للأسف الحياة لا تسير بعقلة أصابعنا، وأحداثها لا تجري بناء على توقعاتنا. فعندما يحدث أمر لا يتماشى مع رؤيتنا للحياة وطموحاتنا، وهذا سيحدث كثيرا بالمناسبة، سيكون من الضروري علينا أن نقوم بتعديل ذهنيتنا وإعادة ترتيب أهدافنا لتسوية هذه الخيبات السابقة، ولنصنع لأنفسنا شخصية مثالية أخرى تتناسب مع هذه المتغيرات الجديدة. علينا أن نتفاوض مع الحياة لنصل إلى أفضل سيناريو ممكن،
علينا أن نكون أكثر تواضعاً وتقبلاً لضعفنا أمام تعقيدات الحياة. لا نستطيع أن نعرف كل شيء، لا نستطيع أن نتوقع كل الاحتمالات. نحن أتفه من أن نحيط بكل شيء علما. نحن علينا السعي لا النتيجة. هذا التواضع الجيد قوة نفسية هائلة لما فيه من مرونة وتقبل. الأفراد المدركون لحجمهم أمام عظمة الكون لديهم فهم أعمق للصورة الكبيرة وعدم التعلق في التفاصيل. لديهم إحساس عالي بالتعاطف والعفو تجاه أنفسهم ثم تجاه الآخرين. ولكن ماذا عن الذات المفقودة والأهداف التي تاهت في دهاليز الحياة؟ لعل من أهم الصفات التي تسقل شخصيتنا هي المقدرة على التخلي. التخلي عما فات وعن الأهداف التي باتت غير ممكنة. ففي التخلي قوة حقيقية. تخيل أن تكون شجاعاً وتتخلى عن مشروع استهلك وقتك واستنزف مالك وروحك. تخيل أن تتخلى بإرادة نفسك عن علاقة سامة لم تجلب لك سوى المتاعب والأسى. تخيل أن تتخلى عن هدف كنت تعتبره مشروع حياتك. والآن تخيل هذه الحرية والانعتاق والثقة بالنفس. حينها تستطيع إعادة استخدام طاقتك التي كانت مهدرة في غياهب الندم لتستخدمها في رسم الخطط البديلة والتركيز على الأهداف الممكنة ما دام في العمر بقية. عندما نتخلى نبتعد شيئاً فشيء عن مصدر الندم ونستطيع أن نضع مسافة آمنة بيننا وبينه حتى نصل لخاتمة مريحة. حينها تهدأ مشاعرنا تجاه تلك التجربة وتبدأ مرحلة التقييم الحقيقي واستخلاص الدروس. الندم يضيء لنا فرص التغيير، هو محفز لنا لعيش الحاضر والاقتناص فرص المستقبل. وهنا أشير لبعض الأبحاث التي وجدت أن أولئك الذين يشعرون بالندم تجاه الماضي كانوا أكثر كفاءة في تحسين مستقبلهم. ولهذا قال أحد الباحثين: استشعار الندم بكامل ما فيه هو المعجزة التي تحوله إلى قوة. ومن هنا نستطيع القول بأن نضوج شخصيتنا يتطلب أمرين شبه متناقضين. الأمر الأول هو التخلي عن أهدافنا المفقودة وعن تكرار سيناريوهات ماذا لو، ماذا لو، ماذا لو. ولكن في نفس الوقت علينا التفكر والتدبر جليا فيما حدث حتى نستطيع استخلاص الجانب الجيد من تلك التجربة ولنرسم خارطة مستقبلية أفضل. وهذا ليس بعيداً عن مفهوم التوبة في الشرائع السماوية، فالندم توبة، والتوبة تتطلب استشعار الندم فالتخلي ثم العزيمة. الشخصية الفذة إذن هي التي تعترف بالهزيمة ولكن سرعان ما تنفض الغبار عن روحها لتتعافى في الحاضر ولتنتصر في المستقبل. وكما يقول جاسم صحيح: علمني السقوط في بئر نفسي بأن الماء في الأعماق أحلى.